من إحدى الإنجازات في هذا الوطن المعطاء قصة حديقة في إشبيلية. وقعوا العقد 2011 وبمبلغ جدا بسيط، يعني حديقة عامة جدا بسيطة ومش مكلفة، يعني الناس كم حديقة يسوي مساحة كبيرة، يعني كم حديقة يمكن فلوس حبيبنا كم تاع الجنيه 100,000 على هدك، ها مليون زيد شوية، مليونين نزيد شوية، 3 ملايين. وقعوا العقد بشهر 11 ب3,484,000 دينار كويتي في منطقة إشبيلية لإنشاء حديقة. وأقول ممتاز، حديقة غناء عالمية، ما هي مشكلة 3,500,000 هذه no problem. بس تعرفون شو المشكلة؟ المفروض المشروع ينتهي سنة كم؟ ينتهي 2013 صح؟ احنا سنة كم؟ 2015 ما خلص المشروع. قهرة قهرة، اعطوني التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة، هذه منطقة إشبيلية قطعة 4 حديقة عامة. الحديقة هذه شفتوها شكبرها، يعني تقريبا كبر برج خليفة. بنوريكم كم قيمة هالمشروع يا جماعة، ومتى المفروض يسلم، ومتى تم إنشاء هالمشروع هذا. طبعا يا جماعة المشروع كهو واضح قدامكم، تاريخه 26/3/2011 ويسلم 25/3/2013. احنا الحين 2014، وهني واحد فقير طالب يعني شقة للمعاريس. يلا يبا مبروك الله يعينك. وهني يما شوفوا المشروع ما شاء الله 3 مليون، ترى حيل عود. والله أنا ما اعترفت على 4 ملايين و3 ملايين، بس المشروع ما خلص حديقة. أنا بعرف سالفة الهيئة العامة للزراعة، كل مشاريع الحدائق واقفة، تروحون حطين شريحة واقفة، تروحون السلام واقفة، تروح إشبيلية واقفة، تروح اللي على الواجهة الزرع ميت، وتشوف الزرع كله ميت. هو مقاولين الزراعين اللي عندنا نفس الموجودين برا؟ والله صدقوني ما عندي إجابة، لكن الحسافة، لكن مشكلتنا بهالبلد من هالزرازير اللي تلهط مشاريع، تلهط المناقصات.